السلام عليكم بنياتي، كي دايرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم يا كهانين بنياتي وليداتي امتي في المكان. كي دايرين؟ لاباس بخير، لاباس عليكم يا كهانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. بسم الله. جايبة لكم بنياتي واحد الوصفه، واحد العشبه اللي هي واحد الورد، واحد الورده اللي اسمها الكركدي. استعملوها اليوم لواحد الوصفه للوجه. هاد العشبه كيستعملوها في اتاي البنات، تترطبيها في الماء مزيانه مزيانه، كتصفي حريق البول، الكوليسترول، المهبل. واللي باغاني يضعفوا داك الماء اللي تيكون شايط الكورب ديالنا كيخرج، كيحيد داك، كتخرج الجداد ديالنا، تيخرج بهاد الوردة هذا، تيخرج بهاد الماء. الوصفة هذه بنياتي غادي نديروها على حسابية رمضان، الناس اللي وجوههم كاشفين مع الصيام، تتكون البشرة العين ديالها بدلة، تتكون البشرة جافة صفراء. كنديروا ليها هاد الورد هذا، تعطينا اللون البشرة ديالنا والرطوبة والنعومة، تيولي الوجه فتح، البوتوكس تيولي والي والي البنات. فن دابا هاد العشبة غادي نرطبها في الماء دافي ما يكون سخون بزاف، ونرطبوها هنا ونخليوها حتى يرطب مزيان ويطلق الماء ديالو. وداك الماء ديالو غادي نتبخوه، وغادي نزيدو عليه جوج عواشق ديال المايزينا، وغنشعلو عليه البوطه تيولي بحال الشكل ديال الكريم. وعاد بعد تنسخنوه وتيطلق، تنسخنوه على البوطه، وتنزيدو عليه واحد النقطة ديال زيت اللوز ولا زيت ارغان ولا سيرون ديال شي فيتامين تكون زوينة. هانتوما بنياتي وكلحتو كيزاد تيطلق. سيرون فيه فيتامينات، سيرون فيه فيتامينات، غادي نزيدو تا هو. هانتوما بنياتي هو زاد تيطلق، غنخلي تا تيطلق مزيان واللي عاد نرجع عليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما البنات ملي تلق لينا، هانتوما تبارك الله، شوفوا نصفي هنا هاك كما تشوفوا البنات. هنا عندي واحد ثلاثه المعالق ديال مايزينا، ثلاثه المعالق صغارات ديال مايزينا البنات، غادي نديرهم هنا. نقربهم هنا مزيان، نشعلو علينا البوطا، ويزيدو يختارو واحد الشويه، نطيو عليهم البوطا، وعادة نديروهم للوجه ديالنا، الوجه تيبقى غوز وزوين وتعطي واحد اللون، متيبقاش ديك الصفورة معرفنا داك الصايمين في رمضان، الوجه تينشف وتيدبال. ولكن ملي كديريها تيبقى الوجه مايرة، تيبقى زوين زوين بزاف البنات. ماشي غير تعليم الوطا، غادي يزيد يتقال وتنطفي عليه الوطا.
هانتوما البنات تيختاتي وليكم الكريمه ها. لا تمر نفسي خسر سيولي بحال الكريمة. هذه وصفة جبت عليكم سحرية زوينة فنة واعرة روعة، حتى الريحة ديالها زوينة بزاف، واحد الريحة فيها منقولش ليكم البنات، الله بنياتي لا ريحتها كتشهي تبارك الله على مزيناتها. هانتوما البنات بعد ما تنقى برد فيا بحالك، بعد ما تتبرد كندير واحد النقيطة ديال اللوز، شوية ديال زيت اللوز، شوية ماشي بزاف بحالك بنياتي. بسم الله هاهوك، كندير الفيتامينات هما كما تتشوفو فيهم بنياتي. هانتوما مايا حجر نقيطة ثلاثة بحال هكا، بحال هكا بنياتي. كندير هاد الفيتامين أخرى تاهي، فيتامينات زوينين تيساعدونا في البشرة ديالنا، زوينين بزاف بحال الكرنيات. كنخلطو بحال هك، راه زوينين بزاف البنات روعة. جبت ليكم وصفة سحرية زوينة بزاف، وكيف ما قلت ليكم هاد الورد اللي وريتكم بقاو لي عندو سميتو الكوليسترول، لي عندو المهبل، اللي عنده حريق البول، اللي عنده يديرو يطبخو في اذا كيطيب الماء كيطيبو خوي عليه وخليه يبرد ويشربو يصفيه ويشربو، راه زوين بزاف كيصفي الداس، زوين مخير يغسل الكرش، زوين البنات. دابا غادي ندير بنياتي، هو بنياتي هو هذا راه معروف، دابا غادي نزيد ندير فيه الوجهي ونخليه حتى تينشف. بسم الله نخليه حتى تينشف البنات وعاد نغسلو. يخلي الوجه رطب بحال ديال بيبي، بحال تاع الدري الصغير رطيته ونقي، يحيد داك الطبيع الكحل، يحيد القماش، يحيد الكنف، يحيد يخلي الوجه ديالك منور زوين، يعطي واحد البشره واحد اللون تيولي زوين فن. ثم بنياتي ما تزهزوش فيه هكا، اللي بغى يدير في الرقبه ديالو واللي بغى يدير في بلايص اخرين، يعني فين ما بغيتي ديريه البلاصه كاع اللي بغيتي ديري ليها ديري ليها.
تيولي رطب وزوين، غادي نخليه بنياته كتاتا ينشف وعاد نغسلو ونرجع معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتما بنياتي بعد ما غسلت وجهي شفتو كيفاش خرج، يعني تيخرج غوز واحد اللون وتيخرج زوين، تيخرج غير زويناتو. ديك الساعة تندهنو بكريم نيفيا ولا باش ما كان، ها هي نيفيا، ندهنو وجوهنا بكريم نيفيا. وداك الشيء اللي بقى لي على وجهي شديت وبنياتي زدت عليه بازلين واحد شويه ديال العكر الفاسي، ودرتو الرجليا هاد كما كنت تشوفوا فيه، ودرت ليه الميكا بلاستيك، ها هي درت ليه الميكا كما تشوفوا كاملين، ورديت الميكا دخلته بحال هكا لبست عليه تقايش راسو وتنخليه. والصباح نغسل رجليا، الفجر ان شاء الله نتوضا الفجر داكشي نغسلهم وندهنهم بواحد الكريم، تيبقاو رطبين وغوز وزوينين، تيبقاو فواحد اللون عليهم زوينات مبنياتي. هاد الوصفه ديروها وجربوها وتفكروني، راه زوين بزاف. حتى اللي ما لقاش العكر الفاسي يدير العكر ديال فمو، ولا كيدير ديال الشناف، هو راه مزيان بالنسبه لصطو داك العكر الخضر الفاسي. الا ما صطوش واحد العكر اللي هو يكون ناصح بزاف، يكون حمر هو اللي تديرو به، يبغى يشد في القدمان وتيولي رطبين وزوينين. وهذا هو الموعد اللي معاكم ابنياتي اليوم، مره اخرى ان شاء الله نجيب لكم وصفه اخرى ثاني بيد الله سبحانه وتعالى. وتنقول لكم رمضان كريم ونواشركم مبروكه، والله يكمل عليكم ويعاونكم ويعينكم ويشافيكم ويعافيكم ويبعد شر الخلق عليكم. وشكرا لكم ابنياتي، البصمه ديروا اللايكات بارطاجيو مع العائله والحباب، وتنشكركم وتنحبكم لله. مع السلامه بناتي، شكرا تبارك الله عليكم.